قضاء مدة العقوبة ويعني فترة ولوج هذا الشخص يعني المحكوم بعقوبة إلى الحرية، وإنما تنصب أيضا حتى على فترة قضاء العقوبة السجنية، وبالتالي يعني مسألة الاعتبار من منظور المقاربة الحقوقية يعني ينبغي النظر إليها بنوع من التكامل. وهذا يعني في حالة ما إذا يعني قمنا بالتعرف على موقع تدابير الاعتبار بين العدالة والسياسة الجنائيتين من منظور حقوقي، سنجد بأن إشكالية رد الاعتبار تحيل من جهة على المعايير المتعلقة بالتدخلات التي يمكن القيام بها يعني أثناء قضاء مدة العقوبة، بما في ذلك أعمال التربية، بما في ذلك أعمال التكوين المهني والبرامج الأخرى، أيضا تحيل على المعايير المتعلقة بأشكال الاتصال بالعالم الخارجي، وكذلك المعايير التي تتعلق ب يعني إطلاق السراح يعني قبل انتهاء مدة قضاء العقوبة بالنسبة للأشخاص المحكومين بها، وأيضا على المعايير المتعلقة بمساعدة هؤلاء الأشخاص بعد قضاء عقوبتهم يعني بعد إطلاق سراحهم، بما في ذلك إشراك المحيط الاجتماعي المباشر في مسلسل إعادة الإدماج، وذلك من منظور يستهدف التراجع التراجع عن الجريمة، واستعمال خاصة البرامج التي ينخرط فيها المحيط الاجتماعي في مقابل يعني التدابير السالبة للحرية. وستجدون أيضا يعني في حالة ما إذا أردنا يعني أن نجد أساسا لإشكالية رد الاعتبار داخل المرجعية المعيارية والتصريحية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، سنجد أول أساس لذلك في المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحدد يعني أهداف النظام السجني، حيث تنص على في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن النظام السجني يتضمن معاملة للمحكومين هدفها الأساسي تقويمهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي، يعني المصطلح المستعمل يعني في الترجمة الفرنسية للعهد لو ريكلاسمون سوسيال، يعني إعادة يعني انتقال هذا الشخص يعني إلى وضع الفاعل الاجتماعي العادي. كما أن النقطة 58 من قواعد من مجموع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء تعتبر جد هامة في تأسيس سياسة جنائية في قضية رد الاعتبار مرتكزة على مقاربة حقوق الإنسان، وذلك من خلال تمعن في المصطلحات المستعملة في النقطة 58. في النقطة 58 سنجد بأن هدف ومبررات العقوبات والتدابير السالبة للحرية هما في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة، ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا إذا تم استثمار فترة سلب الحرية كلما أمكن ذلك، حتى يتمكن الشخص عندما تنقضي مدة عقوبته من أن يتوفر على المقومات التالية التي أشارت إليها النقطة 150، أن لا يتوفر فقط على الرغبة، إذن الرغبة والقدرة على احترام القانون وعلى الاكتفاء بحاجيته، يعني الإمكانية أن يستطيع تلبية حاجيته الأساسية. إذن هناك معادلة ينبغي أن تتأسس عليها جميع السياسات الجنائية فيما يتعلق برد الاعتبار، هو تحقيق الرغبة وتحقيق القدرة على الاندماج الاجتماعي في سياق مواطنة تحترم القانون. وإن نفس المنطق ينطبق على تحليل النقطة 65 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، بحيث أنها تشير إلى طبيعة المعاملة التي ينبغي أن يتلقاها المحكوم خلال فترة
قضاء العقوبة، بحيث أن هذه المعاملة ينبغي أن تؤدي إلى تشجيع احترام هؤلاء المحكومين لأنفسهم وتطوير حسهم بالمسؤولية. إذا إشكالية رد الاعتبار لا تنحصر فقط يعني في تسوية المسطرية لوضعية لاحقة على قضاء مدة العقوبة، وإنما هي من منظور مقاربة حقوقية ينبغي أن تنصب على مختلف المراحل التي يمر منها هذا الشخص موضوع رد الاعتبار، بما فيها مرحلة قضائه لهذه العقوبة. أيضا ينبغي اعتبار مقاربة النوع، يعني من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الإنسان فيما يتعلق برد الاعتبار، وهنا نجد مرجعية تصريحية داخل القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا المجال، وهي قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة النساء الموجودين في وضعية سلب للحرية أو ما يسمى بقواعد بانكوك. وقواعد بانكوك تطلب في أو تنص في النقطة 46 منها على أن تقوم السلطات السجنية بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية بما فيها وبما فيها أيضا المجتمع المدني على إعداد برامج لإعادة الإدماج سابقة ولاحقة على فترة انقضاء العقوبة، وينبغي لهذه البرامج أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء. أما فيما يتعلق يعني بوضعية الأطفال في حالة نزاع مع القانون، فتنبغي الإشارة أولا إلى مقتضيات المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن الدول الأطراف في الاتفاقية والمغرب دولة طرف في الاتفاقية تلتزم بأن تسهل إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في وضعية نزاع مع القانون داخل المجتمع، وتمكينهم من القيام بدور بناء داخله. وتفسير ذلك نجده في مجموعة من المرجعيات التصريحية الأخرى المرتبطة بإشكالية الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، بما في ذلك القواعد الدنيا للأمم المتحدة فيما يتعلق بإدارة العدالة بالنسبة للأحداث أو ما يسمى بقواعد بكين بكل اختصار. فسنجد أن هذه القواعد تنص على ضرورة يعني وضع نظام متكامل لتحمل الأطفال في وضعية نزاع مع القانون من منظور شمولي لرد اعتبارهم، بما في ذلك يعني مواكبتهم وإعادة إدماجهم في مختلف مراحل المسطرة، ومساعدتهم فيما يتعلق بالولوج إلى بعض حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للسكن أو التربية أو التكوين المهني أو التشغيل أو أي شكل آخر، يعني القاعدة 24 أو أي شكل آخر من المساعدة التي